بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3% سنة 2022، في حين نتوقع أن يصل 4.3% هذه السنة، وهو ما يعبر بجلاء عن مدى صمود اقتصادنا وعن نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية، ويكشف في الوقت نفسه عن آفاق واعدة وفرص متزايدة للاستثمار في بلادنا. أيها السادة، أيتها السيدات، وكدليل على الأهمية التي توليها الحكومة لجلب وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه فخامة رئيس الجمهورية، يتولى مهمة وضع الأطر والإصلاحات التنظيمية والمؤسسية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في بلادنا والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد.